كيف ممكن تعمل فلوس من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وقف وخليني احكي لك. الذكاء الاصطناعي صراحه ما يقدرش يطلع لك فلوس اونلاين. ايوه ما يقدرش يطلع لك فلوس اونلاين. اساليب العمل موجوده من زمان، تجاره الكترونيه، دروب شيبينج، صناعه محتوى، بيع الخدمات، بيع الكورسات وغيره كثير. اللي بنعمله عشان نطلع فلوس بالذكاء الاصطناعي ان بنشتغل على واحد من هذول الاساليب، وبنستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي عشان تسهل علينا العمل فقط، مش اكثر من هيك. يعني مثلا انت بدك تعمل حساب على تيك توك، هذا هو البزنس تبعك، المحتوى الخاص فيه ممكن انك تعمله بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. ممكن تعمل نفس الموضوع مع انستغرام، مع يوتيوب، وفعليا ممكن تصنع محتوى بجوده عاليه جدا في وقت قصير جدا، وهذا المحتوى بيكون بنفس الجوده تبع المحتوى العادي، ممكن حتى احسن، وتجيب نتائج نفس النتائج اللي ممكن تجيبها من خلال الطريقه الكلاسيكيه انك تصنع محتوى بنفسك، او ممكن حتى اكثر. فهون لازم تكون ذكي شوي، ما تمشيش ورا كلام الناس. الذكاء الاصطناعي هي فقط ادوات بتسهل عليك العمل، لازم انك تكون عندك الاساس عشان تقدر تستغل هذول الادوات لبناء البزنس اونلاين الخاص فيك. اذا كان بدك تعرف اكثر عن كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء بزنس خاص فيك اونلاين، كل اللي عليك انك تتواصل معي على الخاص وراح احكي لك كيف ممكن اساعدك.